غادي يبان لينا لو كور لي غا اكسبليك او بوبليك لي ديفيرونس اونت لو درام اي فالدور ديالو كان في هذه المسرحيه هو انه يشرح للجمهور الفرق ما بين لو درام يعني الدراما و التراجيديا التراجيدي التراجيديا بيان سور لو كور ما غير يلعبش غير هاد الدور هذا اللي هو يشرح للجمهور ولكن في المشاهد الاخيره غادي يرجع يبان ويكون الدور ديالو هو الضمير ديال الكريو.